بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا مع القياس بعد أن عرفنا القياس وذكرنا حديث عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، وذكرنا بأن القياس مصدر من مصادر التشريع الإسلامي مع أركان القياس. الركن لا يكون قوام الشيء ولا يكون وجود الشيء إلا إذا كان له أركان، بدون الركن ينعدم وجود هذا الشيء. والركن كما عرفه علماء الأصول فقالوا هو خطاب الله تعالى المتعلق بشيء على سبيل جعله ركنا لشيء آخر، خطاب الله تعالى المتعلق بشيء على سبيل جعله ركنا لشيء آخر، بحيث لا يكون لهذا الشيء وجود إلا بوجود هذا الشيء. مثال ذلك الآيات القرآنية التي تثبت فرضية القراءة والقيام والركوع والسجود في الصلاة. فقرأوا ما تيسر من القرآن، فأقيموا الصلاة، اركعوا واسجدوا، كل هذه الأشياء أركان في الصلاة، بحيث إذا تركها الإنسان عامدا لا تصح ولا يعتد بصلاته. في هذه الحالة لا يعتد بهذا الشيء الذي فقد أركانه أو بعضا من أركانه. أما أركان القياس فهي أربعة أركان: الركن الأول وهو الأصل، ثم بعد ذلك الفرع، ثم بعد ذلك الحكم، ثم بعد ذلك العلة وهي الشبه أو الوجه الجامع بين الأصل والفرع، وهو ما يسمى بالعلة الصحيحة أو بالعلة الكاملة. وبالمثال يتضح المقال. أربعة أشياء إذا وجدت هذه الأربعة يتحقق القياس: الأصل وهو الخمر. الخمر حلال أم أنها حرام؟ الخمر حرام بنص القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن حكم الخمر وهو الحرمة، وهو الحرمة. الفرع وهو المواد الكحولية المسكرة، هذا فرع. فما هو وجه الشبه بينه وبين الأصل الثابت حرمته بالقرآن الكريم؟ وجه الشبه أن الخمر تذهب بالعقل، وهذه المواد وهذه الكحوليات بما فيها من مواد مسكرة ومذهبة للعقل، يكون الشبه بين الفرع وبين الأصل. فنأخذ حكم الأصل وهو حكم الخمر الحرمة، ثم نطبقها على هذه المشروبات فيكون حكمها الحرمة. إذن أركان القياس الأصل والفرع والحكم، ووجه الشبه بين الفرع وبين الأصل، أركان القياس أربعة كما ذكرها علماء الأصول. أركان القياس أربعة كما ذكرها علماء الأصول.